مساء الخير عليكم جميعا. الحقيقة أنا مش هقدر أقول أي كلمة إلا لما أعبر عن سعادتي الشديدة جدا لتقديم هذا البرنامج لأسباب كثيرة. أولا عشقي للنادي الأهلي منذ نعومة أظفاري زي ما بيقولوا كده. من وأنا طفل كان البيت بيتحول لمهرجان عند أي فوز بيحققه النادي الأهلي، وكانت بتبقى محزنة لو الأهلي خسر، وكنت كطفل كده بجري على السرير وأقعد في نوبة بكاء هستيري. طبعا دي كلها كانت مشاعر طفولة، لما الواحد كبر شوية ونضج يعني خلاص بقى يفكر بشكل موضوعي وعرف إن الرياضة عموما مكسب وخسارة. السبب التاني الحقيقة إن النادي الأهلي كان سبب في تفوقي في الرياضة وأنا في ابتدائي، كنت دايماً أخد الدرجة النهائية في التربية الرياضية. كان كشكول الرياضة مزين بصور كتير لنجوم النادي الأهلي في هذه الفترة، وتحتيها كده تحت كل صورة تعليق وكم الإنجازات اللي حققها هذا النجم الكبير. فلما مدرس التربية الرياضية بيشوف هذا الكشكول كان بيبهر جدا باللي أنا عامله، واللي أنا عامله ده حب في النادي الأهلي، فكنت باخد الدرجة النهائية على طول. كمان ذكريات جميلة جدا لما كنت بروح النادي الأهلي واتفرج على تدريب الفريق. احنا قبل كده قبل التلفزيون كان الواحد بيسمع فيه الإذاعة، وكان المذيع المعلق الرياضي بيقسم الملعب لمربعات، المربع رقم 1 ومربع رقم 2. عشان كده كنت حريص ان انا اروح اشوف اللعيبة دم ولحم وهما بيتحركوا كلهم في الملعب، وتخيل المربعات اللي بيرسمها المعلق الرياضي، وكنت بشوف ما وراء المباراة في التدريب، وحس المباراة اللي جاية هيبقى شكلها ايه. زيارتي المتعددة للنادي الأهلي وكل يوم ألاقي فيه حاجة جديدة وأحب أشوف جدرانه والجناين اللي فيه، ده زاد عشقي للنادي الأهلي. الحقيقة الشرف الكبير التاني أنا هتكلم عن تاريخ نادي عريق، وتاريخ النادي الأهلي العريق مرتبط بتاريخ مصر منذ بداية القرن العشرين. ده شرف كبير جدا إن أتكلم عن مصر، عشان كده البرنامج ده مش بيهم جمهور الأهلي بس، لكن بيهم جمهور مصر كلها.